السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح أشوفكم أسعار السيارات بألمانيا بشكل عام. هاي السيارة BMW، السعر 24,990. هاي السيارة مرسيدس اس كلاس اي كلاس 28,990. هاي السيارة فولكسواجن توران، هاي السيارة عائلية، هاي سعرها 13,780. طبعا السيارات وكالة مي ماشية طبعا. GLA 220 ديزل. هاي الأودي Q3 18,490. مازدا CX 21,890.